بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما بدينا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم ايه؟ بسيمة، ماشي، كمالة الحلويات بتاعت مولد النبي ان شاء الله. هنا ده كوباية سكر حطيتها زي ما انتوا شفتوا كده، ودي كوباية مية عليها كده، واحطه على البوتاجاز واحصر عليها ايه، عصرة الليمونة كده زي ما انتوا شايفين كده، عصرت الليمونة وهسيبها بقى على النار، وهعمل ايه معاكم البسيمة ان شاء الله. ربنا يسهل ويصلح الحال لنا وللجميع، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي كوباية نشا، دي كوباية سكر، ديت كوباية دقيق بسبوسة، دقيق بسبوسة، دي كوباية دقيق، كوباية نشا، كوباية دقيق بسبوسة، كوباية دقيق من الطحين، كوبايتين او ثلاثة يعني اربع، على اقل من ربع كيلو بتاع دوت جوز الهند، نص كوباية زيت، ما حطش اكتر من كده، ماشي. دي ذرة ملح يا جماعة، سنة كده عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اي حاجة الواحد يعملها بيحط ذرة ملح كده بسيطة كده. ودي كوباية لبن زي ما انتوا شايفين اهي، عليها كله كده، وكله ايه، هعجنه كله ببعضيه. هنا دي الصينية، ده انتهى زيتها زي ما انتوا شايفين كده، وادي الحليب كله زي ما انتوا شايفين كله كده، وادي البسيمة زي ما انتوا شايفين، فضيتها وفردتها اهي، وهحطها بقى في ان شاء الله كده ايه، في الفرن. عندي حبتين لوز، فقلت احطهم كده عليها ايه، يعني هما مش كتار، لقيتهم في التلاجة يعني، ماشي. احطها بقى في الفرن ببركة ربنا سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. ودوت عندي ربع كيلو كنافة، وده بقية الكيس البسبوسة، دي بتاع البسبوسة اللي عملت منه البسيمة، خدت منه كوباية، وده الباقي، وده كوباية السكر زي ما انتوا شايفين اهو، كله كده هنلبه ببعضيه. وده برضو بتاع نص كوباية زيت زي ما انتوا شايفين برضو، ودي كوباية لبن اهي، دي كوباية لبن زي ما انتوا شايفين كده، وكله ايه، هدعكوا كله ببعضه كده زي ما انتوا شايفين اهو، هقلبه كله ببعضيه. ديت كنافة بالبسبوسة يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، وافرتها بقى في دهنة الصينية زيت، وافرتها ايه في الصينية، هي بقت كلاكيح كلاكيح، بس هفرتها كلها تبقى كلها ايه، حتة واحدة، ماشي زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. ربنا عليه صلاح الحل لنا وللجميع. انا مش عارفة، عندي فيديوهات اللي نزلت امبارح او امبارح مش عارفة في ايه، مفيش مشاهدات، مفيش. دينا واحدة فانيليا زي ما انتوا شايفين اهي، للشربات بتاع البسيمة والبسبوسة بالكنافة يا جماعة. هنا البسيمة بصوا استوت، حاجة والله جميلة جدا، وحاجة حلوة، وحاجة تستاهل بقكم. كل سنة وانتم طيبين، ربنا عليه صلاح الحال لنا وليكم. هنا الشربات سخن، وهي طلعتها من الفرن يعني بتاع 10 دقايق كده، وهسيها كده ايه، يعني طلعتها من الفرن عدت 10 دقايق والشربات سخن كده، فحط كل الشربات كده عليها زي ما انتوا شايفين كده اهو. وده هنا الكنافة بالبسبوسة يا جماعة، بصوا اهي والله طعمها تحفة. اتفضلوا معانا، الله ربنا عليه صلاح الحل لنا وليكم. ما تنسوش اللي يخش عندنا ينورنا ببصمته واشتراكه يا جماعة، ربنا يصلح حالنا وحالكم، وربنا عليه صلاح الحل لنا وللجميع يا رب. ربنا المستعان لينا وليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلى عليك الله يا رسول الله. كلها كده سقيتها بالشربات كده، بصوا بقت عامله ازاي، شربت الشربات، بص خلاها اتنفخت كده، بقت جميله والله يا جماعه. بس انا هقطعها، بس مش عارف اقطعها بايد واحده، يعني انا فصلت الكاميرا عشان اعرف اقطعها.
ماشي هقطعها و بصوا هقطعها كده. هنا الكنافة بالبسبوسة، والله انا اول مرة اعمل الكنافة بالبسبوسة، ما كنتش اعرف ان هي بتبقى جميلة كده والله بجد يعني. وده هنا قطعتها البسيمة اهي، والله حاجة حلوة والله العظيم، جميلة جدا وحاجة بسيطة. وكل سنة وانتم طيبين لينا وليكم والأمة العربية والإسلامية كله بخير، وربنا عليها صلاح الحال لينا وليكم. ومن توكل على الله فهو حسبه، إن الله بلغ أمرك جعل الله كل شيء قدر. بصوا والله ده يبقى يا جماعة، بصوا والله حاجة حلوة وحاجة من الآخر يعني. ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. ومن توكل على الله فهو حسبه، إن الله بلغ أمرك جعل الله لكل شيء قدرا. ونشوفكم كده إن شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجة جميلة والله يا جماعة يعني. يلا ربنا المستعان. ما تنسوش اللايك والاشتراك. يلا نشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله.